المسؤول الأول لحزب نداء الوطن في ولاية داخلة نواذيبو، يشرفني أن أحيطكم علما بالمستوى العالي الذي لاقاه حزبنا من تجاوب كبير من قبل مختلف الفئات العمرية من ساكنة هذه الحاضنة الوطنية المهمة مع مبادئ وأهداف حزبنا العظيم التي رسمتموها سيد الرئيس. هذا التجاوب فاق كل التوقعات، كان نتيجة لرؤية متبصرة للواقع الذي تعيشه البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. حللتم أهلا ونزلتم سهلا. عاش حزب نداء الوطن من أجل أن تعيش موريتانيا موحدة مجدهرة ومستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الشعب العيون جايب لك فرح جديد، صعد طمع نشوف نصالة والتجديد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. سكان مدينة نواذيبو، أنا محييكم تحية خاصة لهذا الحضور ومهنئكم لي وزين عندي، ونبقى نقول لكم عن هاي المدينة ما فاجئتنا بأن مدينة نواذيبو هي العاصمة الاقتصادية لموريتان. جاتها الناس من الحام موريتاني كاملة من أيام الجفاف عيلاه وسكنت فيها، وعاد ينقال لها نواذيبو، وعاد هي اللي تمثل اللحمة الوطنية الموريتانية ودولة المواطنة. النقطة الثانية اللي بكون نعرفوكم بهالي قالوا حزب نداء الوطن ونحسكم عنه، بدأنا خروجنا الثاني من مدينة نواذيبو ما هي رواية اعتباطية، لا نواكشوط كان لا بد أن نبدأ منه بيلي هو العاصمة، وجينا هون بيلي هون هو اللي يمثل مكونات الشعب الموريتاني كاملة ويمثل مكونات المواطنة ومكونات الجهات اللي موريتاني اللي منصهرة ومندمجة. هذا الحزب نحن ما عدلناه بناء عزة نعدل الحزب. أنا كنت في قيادات الحزب الحاكم، كنت عضو في مجالسه كاملة. يا غير هاي الطريقة اللي تعدل بها السياسة في البلد ماني مقتنع بها، بها السياسة الموسمية اللي شم الخلق يدور بها هو مصالح خاصة، والبلد سهو عنه ومشعاد وعد لانهيار. هو مدى لا يتعدل دولة لابد أولا تطرح سؤالين، السؤال الأول هو من نحن، والسؤال الثاني هو إلى أين نحن ذاهبون. نحن عدلنا دولة سابق نسولوا عن نحن شن هما، وسابق نعرفوا هاي الدولة شن دوروا بيها. هذا شو وسعنا بأن نحن كنا مجتمع بدوي منصهر في شن الطبقيات اللي ما تصلح ما هو المجتمعات البدوية، وجاتنا تاقض جاية من سيدوي مكتوب فيها عنا استقلينا وعنا عدنا دولة. غير هاي الدولة ما كان قدامها تراكم دولة، ما قدامها دا ولا بيرو ولا ضرائب ولا شيء سوى وشنو. وجاءوا رجال وطنيين كانوا واعين ذاك الزمن، وجاءوا لقد ما كان قدامهم عدلوا ما هو ذا الغلط اللي عدلوا عنهم، ما سولوا هما من نحن وإلى أين. كان السؤال الأول يلا طرحوا هو من نحن، جوابنا نحن عليك من نحن، نحن مجتمع
عربي يعيش في الصحراء الكبرى ويسمى بالبيضان بجميع مكوناته، أسودا وأبيضا، سياني فيه حد أبيض وسياني فيه حد أكحل. علامة هذا البيضان عندنا شني؟ هو يعود مسلم مالكي يتكلم الحسانية، يلبس الدراعة والله الملحفة، ويسمع القنا ويسمع التدينيت ويشرب التاي، ويعيش في الفضاء الصحراوي الذي يمتد من قليبين إلى أصوات وأكاديس في النيجر والصحراء الغربية وجنوب المغرب وجنوب نهر السنغال. هاي الأمة ما عندها لون ولا عندها طعم، عندها عن إنقالها البيضان، بيضان وعرب لوقتهم الحسانية وشعرهم وأدبهم ينقالوا لقنا، وزوانهم ينقالوا التدينيت، وتايهم ينقالوا التاي، وفي النعناع والله ما هو فيه، وكميتهم ينقالها مليجة، وهولهم فيه مقامات، فيها كر وفيها فاقو وفيها الكحال وفيها البتي، وجوانبه ثلاثة، جانب الكحلة وجانب البيضة والقنيدية. ها واضح، هذه هي الأمة البيضانية التي سيطرت على الصحراء. من الكتب عباد، من الكتب بحد حد بين ما بين بين الجد يا واللعين. هذه هي الأمة البيضانية التي سيطرت على الصحراء الكبرى رقم قساوتها ورقم شغف العيش فيها، وهي الأمة التي عكست قواعد البشرية وفتحت من الجنوب إلى الشمال، ومشينا لين بواتشيه فرنسا، فتحنا المغرب وفتحنا شمال إسبانيا كاملة وفتحنا حدود فرنسا، مشينا من هوم ولا ثمين راكبين على الجبال، معناها عنا ما يقد شي يقهرنا سوى شنو. ونحن هما البادية الوحيدة في العالم العالمة، البادية الوحيدة اللي الكتب هي بادية هذه الصحراء، بادية البيضان، بادية الحسانية، هي اللي قطوا ألفوا فيها الكتب، وقط انتظموا فيها، وقط عدل فيها الشعر، ومحات عصر الضعف من الأدب العربي. ها واضح، هاي الأمة الصالحين عاد أخيراً، وجات الديمقراطية المستوردة اللي ما هي جاية كمطلب ولا هي جاية كتراكم للوعي ولا هي جاية كمطلب شعبي، استوردت لنا شيء قالوا التفكك الاجتماعي، وجانا شيء قالوا منظمات حقوق الإنسان، والله منظمات تضايق الإنسان، وبدت المجتمع ينتخر نقروا هام ويدايق، ونقال عن الحراطين عنهم كانوا معبدين، كانوا بعد معبدين، وكانوا المعلمين مهمشين، وكانوا العرب مجاهلين، وكانوا الزوايا مستضعفين، وكانوا المعلمين مهمشين، وكانوا أصناقه يقرموا. يقال هذه لوقة البادية ولوقة الزمن الغابر اللي أخنا عليها التاريخ، لين تاو صنعت له دولة. يا الله نطالبوا بشي ينقالوا الحوار الوطني من أجل العدالة الاجتماعية. هاي العدالة الاجتماعية ما هي موجهة طبقة عن طبقة. يا الله مجتمع العرب يجبر حقوقه في القرون اللي طاها جاهل، ويا الله مجتمع الزوايا يجبر حقوقه في القرون اللي طاها مستضعف، ويا الله المعلمين يجبروا حقوقهم في القرون اللي طاها مهمشين، ويا الله الزناقة يجبروا حقوقهم في الزمن طاوا يقرموا، ويا الله العبيد القديمين والله الحراطين يجبروا حقوقهم في التهميش اللي عدلهم، وهذا الظلم اللي قطوا عدلهم. يقال نحن نراه عن هذا الرجوع له، عنه ما هو لا يقدمنا القدام ولا إله يمشي من القدام. نحن نراه عن يا الله يعدل شيء قالوا التعليم والتوعية، التعليم 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 التعليم، من دون التعليم ما لا يخلق شيء، وحد ما قرأ ما لا ينفك عن الرق، وحد ما قرأ ما لا ينفك عن الفقر، وحد ما قرأ ما لا ينفك عن التخلف. نحن نرى عن الدولة من 1960 والله على الأقل بعد في 30 سنة الماضية ما قامت بدورها في تربية المواطن ولا في تعليم المواطن. المواطن إلين ما يعود التعليم الأساسي مشترك ما بين أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء وأبناء طبقات الهشة، وعود التعليم داخلي ملتزمة به الدولة الموريتانية، وعود ما هو موجود في التعليم الحر، وتعود الدولة تقبض الشاسرة وتقريهم وتعلمهم التربية المدنية وتعلمهم الوطنية، ما لا يتنحل أي مشكلة في هذا الوطن اللي تراعوا فيه. كما عن الراو عن هذه الطبقة اللي كانت هشة، يلا تعدل لها آلية
تتطور بها ياك قد تندمج مع المجتمعات اللي فاتهم شاو قدامها. بالنسبة لمدينة نواليبو نحن شاكين عن الحل فيها بسيط. هاي مدينة غنية جدا ما تقد تعود فقيرة، مع أن سكانها يعيشون في الفقر المدقع ولا عندهم أي خدمات. هذا نحن شفناه وراعوا في كيف نواكشوط وكيف ذا كان. نحن ظاهرنا عن هاي المدينة اللي يعانوا من بعض المشاكل وعن حلها في شي بيد الدولة وفي شي بيدهم هم. هاي المنطقة حسب علمي عن هي أقنى منطقة في العالم بذلك قال له السمن اللي هو الثروة البحرية واللي هي أكثر شيء قد ينباع وأكثر شيء فضل. يقال هاي الثروة السمكية واجعة ملتاحين فيها أرواقي جقلال من أهل موريتانيا يقرفوها من الستينات عليها ويديروها في كونتات في الخارج ويشتروا بها الديار في راس بالماس وفي المغرب وفي كل بلاده. هذا اللي منهم عنده فيه الحق الصحالي فيه يا خير يا الله يعدل مقابله التشغيل ويعدل مقابله تنميه الدسره والاستثمار فيها. نحن شاكين عن الدوله يا الله تغير سياسه الصيد المعدله توجه الصيد شورشين قال له الصيد التقليدي يا خير سابقوا يا الله تفتح مدارس للتكوين تعود الناس تتعلم البحر لين تتعلموا يا الله الدوله توفر هاو الزوارق غير ما هو بهاي الطريقه اللي تعدل ما تعود تسلفهم للناس اللي عندها قرانتي وناس اللي اغنياء تعود تعطيهم قاع والله تسلفهم يا غير ما تعطيهم ما هو لنا قاش لا يدخل في البحر حد ما هو داخل البحر ما هو جابر زوارق بيني انا اللي نعود عدل الصيد التقليدي في دولتي ما عنده معنى انك تعود انت قابل الزوارق ما عند الدوله مسلفه ومطلعني انا وتخلصني انا هو اللي نمشي ننتج ونجيب هاي الحوت ونبيعه يا غير يا الله الناس والشباب اللي ما يشتغلوا والناس كامله تتكون في البحر اللي هو المتاح هم يا تدخل في البحر وتجيب الحوت ويخلق من هذا ثروه وطنيه ويتكونوا عليه الشباب ويخلق ازدهار اقتصادي في المدينه. النقطه الثانيه اللي نقول نلفتوا عليها الدوله ونلفتوا عليها الناس عن خالق روايه هون ينقال التنقيب على الذهب ياسر من الشباب وحل فيها وعادوا يموتوا وعادوا يوقدوا وعادوا يخلق ياسر من الشيء انا ماني علي اطلاع عليه. انا شاك عن هؤلاء الشباب عنهم يا الله الدوله توفر لهم الطب متنقي وتوفر لهم قرادرات يجرون لهم الحجار ويقيسوا حجار موريتانيا يتمون بشو فيها الى ان جبروا شنو الذهب. يا الله تعود الدوله ما هي دايره ضرائب ياك ما يروقوه يعود يقبضون البنك المركزي وتشري ما عندهم الدوله تعطيهم فضته ولا عاد ذهب كل ما تعود الناس كلها يذكر له الاخر كذبه ويدفعوا عاد الصحراء ويسقي شي من فضه ما يوفى وعيه كثر العطش وعيه يموت ولا عاد ذهب حقيقي بدل من نعطوه لكندا ونعطوه لاستراليا نعطوه لكل بلاده واحنا شبابنا يقبضوه بطريقه سطحيه يلا توفر لهم طريقه يقبضوه بها ياك تخلق طبقه من الشباب تجبر شي يقدم على القدام. النقطه الاخرى حسب اللي بحثت عنه هذا اللي تشرح قال لي عنهم يعانوا من روايه هوني قال لهم اوكا زينات طحين الحوت هذا ولين تليت ولين قبضت اخبارهم قال لي عن اخر دوله في العالم تلك ياسم اخر دوله من العالم ما زالت فيها موكا عنها موريتانيا. نظرا لصالح اسباب عده اولا هي ما يقدر عود حد يطحن الحوت الصالح والناس لا يقتلها الجوع ياك يعدل به السميده والله عدل به روايه ما نعرف شنو هذا ما ظهر لي عنه اخلاقيا والله انسانيا بعد قاعد يتواسى يا سوا صاياك الانسان الجيع. نقطه ثانيه عن اضرارها على البيئه عن اضرار ما هي معتاده وعن الدم اللي يرجع منها البحر عنه مضر على الثروه السمكيه وعلى تكاثرها. نحن اللي عاد فيها مردوديه اقتصاديه على الدوله ما كنت نقولوا عنها تخسر يا قرانا تعدل اليه تجبر ذيك المردوديه الاقتصاديه ولا تعود هي مضيعه المواطنين. انا بحثت عنها وقريت عنها هي عندها دي فلتر يندارو لها لين يندارو هاي الضرر اللي يخرج منها متى يخرج يقدروا يكلي فلتر هو واحده منهم مليون اورو وحنا هاو التجار هامهم لا يربحوا به لي الاستثمار على المدى البعيد ما هو هامه لا معدلين شمامه خذ خيرها ولا تجعلها وطن هامه لا يقبض القابض وتماشي واسوا عليه الناس تفرح. هذا يلا الدوله تتحمل فيه مسؤوليتها ويا الله تفرض عليهم ذيك المواصفات لنورم انترناسيونال اللي يعدلوا بهم موكا اللي عاد قاع لابد منها ولا عاد قاع ما لابد منها. انا مولي
قال لي عنها تدخل هي كامله بطريقه مباشره وغير مباشره 26 مليون دولار سنويا للدوله، وهذا قاع معه فضه اكثر من قدها لين للي قاع مخلي لها هي من الخسار. نعطى المواطنين وندالهم في الزوارق وتمويل في السمك لا يجيبوا قاع اكثر منه، وهي الدوله مهلا تعود تخرص اللي يدخل بيلي فضه يلا تعود مديره للمواطنين لين تعود قد تشتغل 20,000 اخير لك من الشركه تعطيك ضريبه فيها ياسر الفضه بيكتيك الفضه دايرها للمواطنين والمواطنين عاد يخلصوا. معناها انا يلا تنشا مشكلتها هي اللي اشكالي منها ياسر من الخلق وسمعت الناس شاكيه منها ويلا تنشا في قضيتها ويلا رجال الاعمال مولي حتى الى ما تحركت الدوله يتحملوا مسؤوليتهم الوطنيه تجاه المواطنين واللي منهم عنده رخصه ولا كامل ما يقدر حتى يقول له يقفل يا قاري يشري فيلتر لا يمرض المواطنين ولا يخسر علينا الثروه السمكيه وعدل الصرف الصحي للمواد والمواد اللي المسمه اللي يرد البحر. هاي مسؤوليه اخلاقيه ووطنيه يلا يتحملوها ولا ما تحملوها راهي ما تسقط بالتقادم مازال تقدرون فتحوا ملفاتها مستقبلا لان الثروه السمكيه حتساهم في ابادتها وساهم في التاثير عليها ولو بعد 200 سنه يقدر يسال عنها باللي ثروه وطنيه لاهل موريتاني من عدل البقر والنوادي ما هي رقاش على رقاش معناها حد يتحمل فيها المسؤوليه عنه ما يفسدها قاصدها. النقطة الأخرى هي شين قالوا الهجرة، هاي المدينة تعاني من شين قالوا المهاجرين. يلا الدولة تعرف عن هاي عاصمة اقتصادية وعن المهاجرين يجوا من أفريقيا وقاعدين أوروبا يلوذون العمل. يلا مدة لا يتعدل نقطة تجمع تجمعهم في بريدة ما فيها العمل بيوم اللي هو منهم راه العمل هون يقعد في نواذيبه وضايق المواطنين في العمل ويخسر سعر السوق ويخسر الأمور ويسكن هون ويرى العمل ولا تلقاه قاعد أوروبا. يا الله هذا يخرص ويرتد وشور بليدات ما هي العاصمه الاقتصاديه لا يخسروا سوق العمل ولا يعودوا يندارو في العاصمه الاقتصاديه ويعقبوا يسربوا منها ويدخلوا السوق. هاي يا الله الدوله تنظر فيه النظر. القضيه الثانيه هذه قالوا المنطقه الحره اللي عدلت وكانت فكره جيده نظريتها من راسها وجيد الهدف منها. يا قير انا شاك عنها يا الله يعدل لها نظام لان هذا التداخل اللي يخلق بين المصالح بين البلديه والولايه والحاكم والمنطقه الحره عاد معطل ياسر من اعمال المواطنين وعاد مأثر على اقتصاد المدينه عاد مأثر عليها. يلا الدوله تنظر في ذاك الامر ويلا مولي تفتح مكاتب من الوزارات هون كي وزاره الماليه ياك تحل المشاكل العقاريه للمواطنين. ما يتم كل مواطن عنده مشكله في نيمرو لا بد له كيس نواكشو هذا بعيد وهي عاصمه اقتصاديه ويلا يعودوا فيها فروع من الوزارات ومن المصالح اللي تخدم المواطنين. هذا مطالبين به من هون باسم السكان. القضيه الاخرى نختار نحسسكم بروايه هون خلقت ما نعرف راكم عالمين بها نبقي باسمكم نقدم الشكر التام لدوله السنغال اللي كشحت لنا عن وجوه العنصري تجاه ما يسمى مكونه البضانه موريتانيا. بها اللي نحن السنغال دولة جارة تربطنا بها روابط تاريخية ودينية وثقافية وحضارية وإسلامية. يا قير أخير مؤخرا المدرسة في السنغال كتاب تربوي للمدرسة السنغالية الرسمي عاد فيه قصة هي اللي يقراوا تلاميذهم الصغيرين عن خالق واحد عنده منت ماتت وعنه لا يحييها باش من الشعوذة عندهم الله السحر وعنه قال التريكه اللي يعوموا هذا اللي نعتوا به عند بيضانه ما يعرفوا البحر. عنه قال لهم شو قبل طفي البيضاني والله بربري وعوموه معاكم في البحر ودقوا راسه وجيبوا لي دماغه. وعنه شموا لها وحيان. نختار نقول لهم عند مقت البيضان فيهم ياسر قد ينفع في شي ما هو الشعوذه كاع. قبيل يقبلوه منهم. ما هو هذا. وثانيا عن هاي العنصريه اللي يوجهونا عنهم ما هم موجهين انا وحدهم. عنهم قالوا عنهم موجهين الامار ولبربير. وعن هذا معناهم عنهم وجهوها للمغرب وجهوها لتونس وجهوها للجزائر وجهوها لليبيا وهذا يضع قبيل عندهم الوشي. ونختارهم ومطالبينهم بها بصفه رسميه يسحبوا هذا الكتاب العنصري اللي متباركين يفكوا به شعب موريتاني. النقطه الاخرى نختار نقول لكم نتكلم لكم عن شيء قالوا اللحمه الاجتماعيه في موريتانيا. هاي اللحمه الاجتماعيه وهدت اخيرا بياسر من الحراك السياسي اللي خلق اللي اهله ماهم دارسين فيهم واحدين يقدروا يعودوا يطالبوا مطالب عادله وعندهم فيها الحق غير كانوا يلا يطرحوها في اطار وطني اجتماعي تعود الناس كامله معاهم فيه. بيلي نحن هاو اللي هون اليوم
ويقولوا مالنا حاضرين. ما خالق حد يبقي يعود حد مظلوم، ولا خالق حد يبقي حد يعود ممارس عليه التهميش. يا خير مولي، ما خالق حد قابل الفوضى، ولا خالق حد قابل عن الناس تعود يتبطل أخرى، ولا خالق حد قابل عن لا يتفكك اللحمة الاجتماعية للمواطنين الموريتانيين بين الدولة اللي تخسر، لا يتخسر على الناس كاملة. يا خير المجتمع الموريتاني ظهر عنه كان قوي وعنه أقوى من ذاك، بين الناس اللي ظهرت من عنصرية عقب تعادة واقفة وحدها مات لها لقاجة سوى هو منهم، والشعب عرفت عنه ما هو مصنت لها، وعرفت عنه ما هو ماشي معها في التفكك، ولا هو ماشي معها في خسارة الدولة، ولا هو ماشي معها في خسارة مجتمعنا. النقطة الأخرى، نختار نتكلموا عن شيء لابد نتكلموا عنه، نتكلموا عن الحالة السياسية للبلد اليوم. ثم البلد اليوم تعرفوا عنه فيه احتقان سياسي بين شيء قالوا المعارضة وشيء قالوا الموالاة. لحنا حزبنا ما هم الموالاة ولا هم المعارضة، احنا حزبنا هو حزب الأغلبية الصامتة من الموريتان اللي قاع هذا ما يفيه، تنظر وتبحث عن دولة تقدر تقدم لها الخدمات وتبعث فيها الأمل. بمعنى ايش؟ بمعنى أننا احنا ظاهرنا عن الدولة دورها تعود تبعث الأمل في المواطنين، بين المواطن اللي يعود ساكن في براه ويعيش البؤس المتين وولو راكب على شاري تشتغل عليها، ومنتو ما تشتغل والله تبيع رواية بسيطة وهو ساكن في الكبة ولا يداوى ولا يقرأ. هذا المواطن اللي تقول له عن الدولة عنها لا يتخسر، لا يقولك عنه يسوى عليه تخسر، بين اللي هي ما تقدر تخسر عن الواقع اللي فيه هو، ما يقدر يرجع أقل من هذا. يا قير لين يعود ولو يقرأ والله من تو تقرأ وهو ساكن في البوس، لين تقول له الدولة لا يتخسر يقول لك ماني قابل الدولة تخسر، بيدي هو لين يرقد يعود عنده حلم يقول أنا ولي هذا، لين يكبر ويقبل دكتورة والله يقبل ماتريس يقد قاع يعين في وظيفة كبيرة والله يعود ناجح في العمل ويبني لي قاع دار زينة ونتقدمه ونبقى متموكين، ما يدور الدولة تخسر وهو يقد قاع ولو ما يشتغل. يا قير عنده الأمل، معناها عن الدولة اللي ما تزرع الأمل في المواطنين، يعود المواطنين ما عندهم مستقبل ويعودوا ما يبقوا استقرار الدولة. الدولة يلا تزرع في الناس الأمل، الأمل والأمل ما يقد يخلي ما هو بالتقرجية، ما هو بالتقرجية. نحن في حزب نداء الوطن نراه عن هاي الأزمة السياسية اللي خالقة عنها أزمة مصالح بين المعارضة، واحدة فيه لا نقد النظام وعيبه ولن يعدل أي شيء يقولوا عنه ما هو صالح. هذا نحن ما معاه، نحن النظام نعرفه عنه يقد يعدل شيء صالح وعدلوا قاع ومذمنين له، غير مولي قط عدل شيء خاسر ونعرفه ولين يبيع فيه الوقت مولي نقوله. هذا يلا عود هو دورهم هم كمعارضة. يا غير مولي المعارضة دورها ما له، دورها عن تتم تذمن وتنتقد وتقول الحقيقة وتطرح المشاكل الوطنية وتعود مشاركة مولي في البلد. الموالاة هون دورها شنو؟ لا التزمير والتطبيل والتصفاء، ولا يعود حتى رئيس موريتاني ما تمو يحجلبوه لين ردوه يشين خلاقه، وهذا عدلوه الرؤساء موريتاني كاملين من المختار دادا علينا. هاي جماعات المطبلين والمزمرين نختاركم انتم كمواطنين تنتبهوا لهم، ورانا هذا ما انا قايل لكم كلام السياسه، شت واحد طالب منكم عمكم ما هو مقتنع باللي نقول ومقتنع على اللي يدير برنامجي، الله يقصر عمره لا يزرق لي ولا ندوره يزرق لي، ونقد قاع احتمال 90% ما نجيكم مترشح لشي سوى شنو، بين الانتخابات ما مشاركه فيها الناس وعندها السنه مضبوطه ولا يتقدم موريتاني وصالحه لين تشوفوني مشارك فيها لا تزرقوا لي ابدا، واعرفوا عني ماني شو عني اللي نقول لكم كذي. يا غير مولي هذه الموالاه الواحده فيه لا تطبيل ولا يجي رئيس الموريتان لا يصلح شيء، ما تم تتصفق له لا يصمكته وهانت عمره بالكل ولا يمشي يرشقوه بلو وص واحد اخر وقوموا يقولوا له ذاك الكلام ومجد. هذه يلا تنتبهوا له وتم لين تجيكم دوركم تزرقوا الحد، قبضوا حضرتهم شمعة هاي قد ينزلوا الكل زرقوا ذاك المقتنعين به، عدلوا له شيء قالوا الاستهزاف الاقتصادي بها هي العدل وفضلتكم سارقتها على الدولة، قبضوها تموا منها وقولوا لها عكم ماشي معاها هي قشة والكذب عليها حلال، راني انا فاتي لكم به اعطيكم انا به فتوى شي كامل قديتوا طجحوه من قبضوا. يا قارئ اللي انت شفت كيس كلكم يتخمم بذاك اللي تعود فيه المصلحه الوطنيه ويحكم ضميره
ويتخمم عنه مازال لا يموت، وانه مسؤول لا ينجح تارك والله لا ينجح مفسد، عنه مسؤول عن هذا في الدنيا وفي الاخره، وعنه لا يحصل على شيء. هو حد عاد عنده الفضه يا غير ما هو في دوله، هاي الفضه شنو بيه؟ حد عاد عنده عماره، تحط لك عنده عماره ما قد يشوف اذا يتقرها ما راه فيها 1000 وقيه، وحتى عنده عماره في قندهار ما تقدر تجيب له 2000 وقيه، بيلي فيها الحرب الاهليه ولا يجي لا يتخذ طمطن حوضه يموت ولا يدورها. هو اهم من كامل الدوله والنظام والمجتمع وعود الناس عايشه في دوله عايشه فيها الامن. هذو الناس اللي واحدين في هذا هم اللي السمع لهم وتاثيرهم عليكم هو اللي يخليكم ماكم قادرين تفرزوا من بيناتكم ناس تهتم بشؤونكم وتعدلكم وطن صالح. نحن نراه في الحزب وهذا رانا ملي داعمين ومسمعين لهالموريتاني كاملين. اي مقاطعه فيها مجتمع ضعيف يقد يقبل امر وبيده ويرشح واحد منه من نقره مستعدين نعطوه مظله حزبنا ونمولوا له حملته ولا ندوروا يعود معانا. ندوروا ذيك المقاطعه والله ذيك القريه اهلها يقضوا امورهم بيدهم. هذا شنو نبي؟ نحن ظاهرنا عن لين عود البرلمان هذه 146 نائب موجوده في البرلمان. انا لقيت خلاصاتها هوالي خلاصاتها مدتها 5 عمان تقد تشري 38,000 بقره، وهذه 38,000 بقره كلها تقد تحلب للنهار 5 لترات اللي هي 170,000 لتر من اللبن يوميا. هذه قاعه خير فيها الموريتان من البرلمان؟ هو ما قد تطرح مشكله تعني الوطن ولا قط حل المشكلة. ها البرلمانات كاملين الصمع عند حزب الشعب العليا هذا سببه شنو؟ عن هاو البرلمانيين ما فارزتهم الإرادة الشعبية، فارزتهم عن يجوا وحدين ويرشحوا للناس واحد ويوخذون حيسة وتمشوا انتم معاهم مسجوقين كيف ناس ماكم واعيين وتزرقوا لهم. أنا لين تعودوا ماكم زارقين لي مقتنعين وجيتكم وطلبتكم أصواتكم ما قال في عاكم زرقتوني بكم اللي جاكم واحد وقال لكم تزرقوا، انا ما بيني معكم اتصال ولا تيتوا ولا تراوني. لين عود الصناره عني مزيت راجع لكم ولا نترشح المره الجايه، ندور نخدمكم وندور نجي للبرلمان ونطرح مشكلتي قد الدشره الجايه ما عندها، ولين عود مير لين تبارك مبارك لكم الدشره ولين تبارك نلود لكم الماء ولين تبارك نعدل مصالحكم بيا اللي ندوركم ترجعوا لي مره اخرى. هذا هو اللي نختاره يمرق من دمختكم وتعودوا لا تنحرجوا. حد جاء اخوه والله ولد عمه والله حد يسمع له وقال له عود معاه يقول له والله ويعطيه شرويطه ويديرها يا قير. يعود هو بضميره وبقناعته ولا يعود ورا الكيس يعدل ذاك اللي بضميره يزرق للناس اللي ظاهر له عنها تقدر تغير له شيء ولا ما تغير له ترجع له مره اخرى لا يزرق لها يبدلها وعنده ليله. والله مولي تم انتم السكان المقاطعات ولا القرى جمعوا بيناتكم هي الفضه مجرها للحملات جابر ويناتكم وقولوا احنا قاع ما عندنا الفضة ولا انا معدلين حمله ولا انا دايرين بوق ولا شيء يا غير يوم الزرق لا نسرقوا الكامل. هذا الراجل اللي منا وقاعد في قريتنا ولا يخدمنا ويسر كيس وزرقوا له ولا انت يخرق التزوير وقفوا كاملين ورفضوا وقولوا عكم ماكم قابلين التزوير. هذا نختاروا يعود ثقافه عندكم وكلكم يقولوا الاخر وتشتروا بيناتكم وما حدكم ما عدلتوا هذا البلد تراعوا فيه ما هو لا يتغير. وحد جاكم وقال لكم عنه لا يقجروا ما هو لا يتخجر ما هو بيكم. بأن مادة ما تخجرت ما يقدر يقجرها لك. النقطة الأخرى هذا اللي قاد من عليه ضارك. نحن ضارك 2019 لا تخرج انتخابات موريتاني استثنائية في نوعها. بيلي نحن موريتاني ما قط جاتنا فترة عنا نعود وعندنا رئيس قاعد في السلطة نعرفوا عنه سنة 2019 ما تلقى عنه مترشح. هذه حالة صحية ديمقراطية مفيدة ومهمة. غير اليوم راعوا في المشهد السياسي في شي من الأمور نختار هذا هون موجه لكم وموجه للسياسيين هو ما يسمى بالنخبة السياسية الموريتانية وأنا نعتبرها لكن في هاي الماركات تشوفوا رواية مكتوبة عليها بوسقر هي تايوان. احنا نخبتنا مزورة تزوير تام. نخبة نحن نفتقد إلى نخبة سياسية وأنا نخبة سياسية نختار نوجه لها هون شيء. عندنا نحن اليوم فترة مصيرية من مستقبل البلد. عن هاو السنتين
فيهم رئيس ناجح بصفة ديمقراطية وموفي مأموريته الثانية وقال عنه ما هو مترشح. هم معارضة لا يتفرض على هذا الرئيس عنه يخرج من المشهد السياسي، بينما هو هذا الرئيس يحق له، هذا أنا بعد هو قناعتي بيلي لا شيء بالعقل والله كيف تلي قد تخلق في العالم. نحن الديمقراطية ما هي اختراع موريتاني، وإحنا هم التالين عندنا ديمقراطيين في العالم. هي الديمقراطية تراكمات ونظريات بدأ من زمن الثورة الفرنسية والله زاد شيء من زمن الرومان، برلمان الدولة الرومانية هذا النوع وإشكال منه وتم التطور لمصرت مرحلة النضوج في منتصف القرن العشرين تقريبا عليها. ونحن هما آخر مادة عاد فيها الديمقراطية معنا عنا يلا نفهموا عنا، ما عندنا اختراع جديد في الديمقراطية، يلا نعدلوا كيف يعدل في العالم. هذا الرئيس اللي خلال سنتين لا يعود ما هذا الرئيس، هاي المعارضة لا يتفرض عليه عنه يخرج من المشهد السياسي، هذا ما هو عادل. هو عنده الحق يتم في المشهد السياسي، بمعنى ايش؟ عنه لا ترشح وحدين، ترشحت 20 مرشح واختل هذا الرئيس عنه يدعم واحد منها، هذا ما يجد حد يحكم عنه. أنا بعد اللي نعود مترشح للرئاسة ما قادري في شيء لا دعم حد، أنا واحد مع الصناديق قادري فيه لا الآلية الانتخابية لا نشترك معاه، والطريقة اللي نعدلوا بها طريقة ما يخرج لنا التزوير ويمشي يدعم اللي يبقى، هذا ما يلا حد يعود يحاول عنه يخرجوا من المشهد السياسي. والموالاة تملي يلا تحاول عن هاي المعارضة اللي ما بيتحاول وما هي قابلة تدخل في هذا الحوار ولا هي قابلة على تقدم معنا في هذا اللي جاي، عنها تشرك باللي زاد هي نخبة من أبناء موريتاني، ويلا تحضره موريتاني، ويلا تحضر في الشأن العام، ويلا تحضر في التسيير، ويلا نتقدموا في هاو السنتين نحاولوا عنا نعدلوا آلية لنقدوا في 2019 نعدلوا انتخابات نزيهة تعود تقد الناس تشارك فيها كاملة. القضية الأخرى سمعت خلق فيها ياسر 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 من الكلام، هي قضية التغييرات الدستورية اللي مبارك معها اليوم. ماني راجع لكم الأخبار كان عليها توقع عن طريق البرلمان ولا عن طريق رواية أخرى، لأني أنا ما عندي حد يمثلني في البرلمان، ولاني معني بأخبار زرق البرلمان، ولاني معني بذيك الأمور الأخرى، ولين تنطرح الاستفتاء دورنا قبار منها موقفي قطعا عني أنا عني موافق عليها، ولاني أشرح لكم لماذا. تبارك الله، شوفوا نحن لين تنعدلوا دولة عدلنا علم وعدلنا نشيد، يا غير هذا العلم والنشيد نحن نعتز بهم بين اللي خلقنا تحتهم وربينا تحتهم، يا غير اصلا انتنا عدلناهم ما عدلنا لهم رموز، رموز لان اي علم في العالم لا بد يعود يار مزل شيء، لا علم جبناه تو بين اللي كنا عجالة على تعدال الدولة ولا قدامنا شيء قط وعدلهم، وجبنا تو راية شبه راية باكستان وعدلناها وحييناها وهي هي راية موريتانيا. يا خير الناس اللي قط ماتت في هذا البلد على مر القرون من مرابطين عليها والناس اللي كافحت الاستعمار والناس اللي قاومت في هذا البلد ما كانت عندها راية تموت تحته، كانت يا الله يرتمزلها في هذا العلم يرتمزلها فيه على ماتت دفاعا عن هذه الأرض وتسكان لهذه الأرض وتعمير لهذه الأرض، هاي ما رتمزلها معناها أنا يا الله يعدل الأشياء رمزلها. وأنا تعرفوا عني هذا ما مطريه لي هذا القالوا هاو الخطة، إذا ترجعوا ل 2014 أنا هو أول حد يتكلم عن هذا الموضوع وقلت عن الراية يلا عود فيها خطة أحمر وخطة من تحت ومن فوق، شرحت ليش قلت عنه يلا نديروا خطة أحمر من فوق رمزا لدماء المقاومة اللي سالت على هذا البلد، ونديروا خطة أحمر من تحت رمزية لاستعدادنا احنا اللي حيين اليوم للدفاع عن هذا الوطن، وعنا درنا واحد منهم لفوق ودرنا واحد منهم التحت باللي تعرفوا عن الخريطة ذلك والبوصلة، عن الفوق تنقال للشمال والتحت تنقال للجنوب، ونحن هون بلدنا من الساعة اللي تكون كدولة 1960 ما قد جاتوا أطماع معهم الجنوب والله من الشمال، لا ينحسوا أهل الشمال ونحسوا أهل الجنوب عن هذا الوطن ما لا يوصلوا حد ما فاتقطع بحر من الدماء. النقطة الثالثة قلت عنه يخلى النجمة والهلال بهم اللي يرمزوا للصفرار يرمزوا للامتداد والأمل وللصحراء، وعنهم ملي يرمزوا للأمل، وعنهم ملي الراية فتنا شقلنا 60 سنة من الدبلوماسية والسفارات التعريف بهذا العلم، يلا خلوه ياك حد شافنا يعرف عن هاي راية موريتانيا غير عن طرالها شوي.
معناها عني ماني ماشي معاهم باللي قالوا قالت الدوله والله قالوا وحده انا مقجرينها. تكلمت عن هذا سابقهم 2014 والله 2015 قلتوا في التلفزه حد رجع اليوتيوب لا يجبره. معناها انا وحدين نسمعهم يقولوا الرايه ما هي مهمه والنشيد ما هو مهم. مهمين حتى بيل الوطن ما يقدر يقوم معه على رموز والاجيال الجايه اللي تعود ما ترعهم العالم. احنا عندنا ما نعرضوا النشيد الوطني والرايه ما هي مهمه عندنا نترقب ما يوقف حد بيلي ما قط قال لنا الرموز اللي فيها شنو معناهم ولا قط فهمناهم لا معتبرينها شرويطه مخيطه موصوفيه هي هاي ما هو الرايه لا تعود رموز. نحن ندوروا هاي الاجيال اللي ما جبروا الدوله ولا ورثوها باتها دوله تورث اولادها دوله عندها رموز. بالنسبه للنشيد نشيد زين وفي ياسر من التصوف والدعاء يا غير الدول ما يعدلوا بالدعاء دعاء مفيد يا غير الدوله لا بد لها من الحماس ولا بد لها من المواطنه ولا بد لها من الاعتزاز ولا بد لها من شيء يعود يرمز كيف تدور والنشيد يلا يعود فيه شيء يرمز الى قوه البلد ويرمز الى النضال ويرمز الى المقاومه ويرمز الى الكفاح ويرمز الى الاستعداد. تبقى الصم موسيقته انا موسيقته بالنسبه لي وهذا عييت نقول لوحدين ولا نعرف نلقي بعض حد لا من اهل الموسيقى يجيني يناقشوا معايا نشرحوا بلي هذا 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 النشيد انا صنت له حتى وشاك كان عني نعرف الموسيقى ظاهر شاك عني من الزيون يقولوا البيضان وظاهرالي هذا النشيد التلحين المعدل فيه ما هو صالح لقاع نهائيا وهذا لين تسولوا اي حد يعرف الموسيقى لا يقول لكم تلحينه ما هو صالح بعد قاع تلحينه هو زين التلحين اللي يعدل له يقل الكلمات ما هي ما بيلي مخلط معاه روايه عدل النصراني الجاون اصلا كان اللي هو اللي عدل لنود ودر وجسداتي وهو اللي روم على موسيقى البيضان يقل ما عاد قبال فيه 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 الحماس. دونك هذا يلا هذا يلا يغير ويلا نشوف فيه وده اللي قالوا لا مركزيه ما اللي مفيده للبلد بين كل ولايه كيما قلت مالي للعامين تم اعطاء لها كاع من الميزانيه لا مليارين مره ثلاثة العام لان جاء شرعي ما لا استثمرت فيها 30 ولا 40 مليار هاي الولايه لا تنمى كاع حتى ما يتم كل شيء لا متعلق بنواكشوط ومتعلق بكذا ومتعلق بكذا. وفي الاخير نختار نقول لهذو الناس رجعونا اليوم وذوك اللي ما جاونا نعرفوا عنهم داعمين هذا التفكير اللي عندنا عن هذا الحزب عن دور يتم ماشي على هاي الطريق ان شاء الله تعالى الى النهايه لين يجينا الخلق ويمشي معنا لا يتموا ماشيين فيها ولين ما يجينا لا نمشوا فيها وحدنا ان شاء الله تعالى ونعتبروا عنا مضحين فيها وناذرين لها روسنا والحزب لا نقول لكم انتم انو هذه الطريقه اللي يعدل بها الحزب. احنا الحزب شنو الناس ما هي متعارفه ما هو ذيك الحزاب اللي تعرفوا لا يجي حد اليوم يعود من الحزب. الحزب للناس كامله تجي الناس وتعدل ذاك المعدل فيه كل دشره تعدل ذاك اللي يعنيها نحن يعنينا لا تنظيمها ولكن لا يتقدم لنا نقبضوا به ولا هم ذيك الاحزاب اللي عندهم شي ناكرين الحد. نحن عندنا لا الرد ولا الرجال الفضه ما هي عندنا نعطوها والتراب ما هي عندنا نعطوها وحل المشاكل حد جانا عنده مشكله مظلوم فيها وعنده عليها الدليل وعنده عليها التواقد نطرحوها له بصفه رسميه ونمشي معاه شور الجهات المختصه وندافعوا عنه ولعاد محتاجه محامي لو دولار باقي يجي يطرحوا شيء ويكرروا له محامي يمشوا معاه فيها، حد عنده مشكله الدوله ومشكله الامور يقيس الدوله تحل مشاكله، والله لان اللي يبقيها يزرق لنا لان قبل الحكم نحل له كل المشاكل. واليوم بينا مع الناس لا القناعات وشي مقتنعه به وتعود تلاقي تتعاون معنا فياك نبنوا دوله مواطنه يجتمعوا فيها اهل موريتاني وتعود عندهم هويه راسخه ينقال لها هويه العربيه البيضانيه اللي شاركتنا كاملين سود وبيض ضعاف واغنياء. وفي الاخير اقدم جزيل الشكر اسما فردا فردا لهاي الناس اللي عانات هذا البرد وعانات الرياح وجات ماشيه على كرعيها ما ناقل احد ولا عاطيه شيء ولا كاري احد وجات بها اللي جايه القناعات وجايه الدور تصنت لهذا احنا ما نسالوها شيء ولا نسالوها دين ولا نستحقوا عليها هذا وشاكرنا شكر جزيل ونختاروهم هذا اللي قلناه لهم يعودوا هم بيناتهم يشتغلوا فيه وكلهم يعبي عليه الثاني والسلام عليكم ورحمه الله. مع الحزب الجانا بالفكر وشنا مع الحزب الجانا بالفكر وشنا سيدي فرق معانا كلنا الأقوى.
والعود